أكثر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مصير التابلت لطلاب الثانوية العامة عقب انتهاء مرحلة التعليم الثانوي. وأفاد المصدر أنه بعد انتهاء الطلاب من الثانوية العامة أصبح التابلت ملكا لهم، مضيفا حلال عليهم يتصرفوا فيه براحتهم. وأضاف المصدر أن التابلت وسيلة تعليمية جيدة من الممكن أن يستغلها الطلاب في الدخول على بنك المعرفة والاستفادة منها خلال المرحلة الجامعية أو خلال أجازة الصيف. وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم تسليم طلاب الثانوية العامة أجهزة تابلت في سبتمبر 2018 كوسيلة تعليمية وبديلة للكتب الورقية، حيث بيعتمد طلاب صفوف من الأول حتى الثالث الثانوي على أجهزة التابلت في التعلم، مع توفير الوزارة لهم مصادر تعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصري أو منصات التعلم إضافة إلى القنوات التعليمية.